طيب بما اننا النهارده جايبين لحضراتكم 3 4 لقطات فيهم ضحك وهزار، ولكن في نفس الوقت احتفلت بعثه النادي الاهلي بعيد ميلاد النجم محمد الشناوي بطريقه مختلفه. خلينا نطلع نشوف كيف احتفلت بعثه النادي الاهلي بمحمد الشناوي نجم مصر والنادي الاهلي، ونرجع نكمل مع حضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين مركزين في الماتش، عاملين كل حاجه، ولكن في النهايه هنحتفل بعيد ميلاد الشناوي. حسين هيعمل لنا حركه لطيفه علشان يطلع الضغط اللي عليه، ميكي سوني. خلي بال حضراتكم الحاجات دي مهمه جدا 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 للاعبين، خصوصا بعد نتيجه منتخبنا الوطني والاحباطات في الوصول الى المركز الرابع، بعد ما كان هناك امل في التاهل للمباراه النهائيه ومن بعدها التاهل او الوصول الى البرونزيه، ولكن لم يحدث. ايضا علي معلول وخسارته في المباراه النهائيه امام المنتخب الجزائري، وبالتالي الحاجات دي مهمه. البعض يقول لك لا، الحاجات دي مهمه جدا جدا جدا. اللعيبه تبقى قاعده ما بتعملش حاجه في حياتها غير ان هي بتتمرن وبتاكل كويس وبتنام، فبيبقى محتاج ان هو يطلع الحاجات دي من يلعب بشويه بلاي ستيشن لكسر الروتين، يعني شويه يلعب شويه بلاي ستيشن، يلعب على تليفونه الجيمز، يعمل شويه حاجات زي ما حضراتكم شفتوا كده، لبس يطلع اللي جواه ويشوف الناس، بس عشان تبقوا حضراتكم عارفين قد ايه اللعيبه دي بيبقى عندها مجهود ذهني خرافي جدا 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 في هذا الامر. ان شاء الله اتمنى ان ده يكلل بنجاح ان شاء الله في مباراه يوم الاربعاء القادم في مباراه السوبر الافريقي.